صباح الخير عليكم مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. خلوني قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أهني النادي الأهلي على حصوله برونزية العالم والمركز الثالث عالميا للمرة الثانية في تاريخه، وأخص بالتهنئة كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر على الأداء الرجولي والبطولي اللي قدمه في المباريات. نرجع لموضوع حلقتنا وهو الزوجة الغيورة والشكاكة، وخلونا متفقين إن الغيرة لازمة في الحب، وإن الحب من غير غيرة زي الجسد من غير روح بالظبط، بس الغيرة الزيادة أو الشك بيولد المشاكل وأحيانا بيبقى الانفصال وهكذا. هنعرف النهاردة إيه حل الموضوع دوت وإزاي نعالج الغيرة مع ضيوفنا. أهلا بيك يا آية. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بيك يا إنجي. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بيك يا اهلا بيك، وصباح الخير عليكم كلكم وكل اللي بيتفرجوا علينا. الغيره حاجه والشك حاجه، متفقين؟ اكيد طبعا. طب قولوا لي ايه الفرق بين الشك والغيره؟ انا بالنسبه لي شايفه ان الشك والغيره دول سلاحين بايديهم، يا يهدموا علاقه يا يحيوا علاقه. الشك لوحده ده اللي بيهدم، والغيره هي اللي بتبقى شويه صغيره منها هي اللي بتحيي كده العلاقه، لان من غيرها الحاله بينهم هتبقى جفاء، يعني مفيش اي مشاعر او كده تخليهم ان هم يبقوا برود في المشاعر. ايوه بالظبط. انا بالنسبه لي الغيره المفروض ان هي دي حاجه طبيعيه تكون موجوده، لان لو مفيش حب من غير غيره ديت بتكون علاقه بارده فعلا زي ما قالت هنا. وبالنسبه لي الغيره نوعين، الغيره ممكن تكون غيره عشق وفي غيره مرضيه. بالنسبة لي الغيرة غيرة العشق دي لازم تكون موجودة بس بحدود، لأن لو زادت عن حدها بتتقلب لضدها. والغيرة المرضية بتسبب بعد كده إن هي بتكون شكاكة، ودوت بيكون ممكن طبيعتها، وإن هي بتكون يعني ممكن تكون هي أصلا حاجة من طبيعة الشخصية نفسها. إيه رأيك يا إنجي؟ أنا بالنسبة لي إن شايفة إن ما بين الغيرة المرضية وما بين الشك علاقة طردية، إن الاتنين أما بيتولد يعني لو الشك كان في بيت لازم تكون الغيرة المرضية دي في بيت. يعني قصدي إن الغيرة طالما تواجدت الغيرة المرضية بيتواجد الشك. وطبعا الاتنين طالما تواجدوا في بيت واحد بيفسدوا أي علاقة زوجية ما بين زوجين، بيفسدوا علاقة زوجية فيها سعادة فيها فرح فيها احترام. كل ده بينطرد مجرد ما الشك والغيره طبعا مش كل الغيره طبعا، اكيد طالما الانسانه بتحب او زوجها بتحب زوجها فاكيد بتغير عليه، لازم تغير. لكن الغيره المرضيه طبعا بتولد الشك، ده طبعا يعني في حد ذاته حاجه وحشه جدا وبتفسد اي علاقه وبقى اخرها الانفصال يعني. ايه قولي لي ايه هي الاسباب اللي تخلي الزوجه تغير؟ اول حاجه الاسباب اللي تخلي الزوجه ان هي تغير الحب، ده معروف طبعا كلنا متفقين عليه. بالنسبه لان هي تغيير زياده عن اللزوم، في زوج بيكون قاصد ان هي تبقى شكاكه، تشك في جوزها. تمام، هي ممكن تكون بتشك بس هي كطبيعه هي شكاكه، ممكن من علاقات مرت بيها او اصدقائها وحكوا لها عن مشاكل حصلت قبل كده، فبالنسبه لها تولد ان الشك دوت موجود عند الكل، كل الرجاله خاينين، فبالنسبه لها شايفه ان ده مبدا. يعني ده ممكن يكون مرض؟ بالظبط، مرض نفسي. بالظبط. ممكن تكون قلة ثقة في نفسها اصلا، يعني ممكن يكون الراجل كويس جدا وكل حاجة طبيعية بس هي تكون مش واثقة في نفسها وعندها دايما احساس ان هو لا هو هيبقى في حد لا مش عارفة ايه، او ممكن يكون غير معاملته ليها، يعني كان بيحبها الاول او في اهتمام المعاملة اتغيرت او ممكن. طب قولي لي يا انجي ايه اللي يدخل الشك قلبها اصلا؟ زي ما قلت دلوقتي ان ممكن يكون مثلا كان بيهتم بيها الاول في بداية العلاقة وبيديلك مزيد من الحب وكثير من الاهتمام وحاجات كتير حلوه، بعد ما دخلوا في العلاقه ومثلا عدى شهرين او ايا كان بتبتدي بقى يتغير الزوج. مثلا ممكن يكون مثلا اللي هو نيته يعني كويسه، ممكن يكون زادت مسؤولياته او ايوه او انشغل في شغله او الكلام ده، بس هي بتفهم طبعا الموضوع ده غلط يعني بتبتدي تشك بقى. طب قولي لي هنا ايه هي نتيجه الغيره الزياده او الشك؟ من رأيي ان الغيرة الزيادة لما بتزيد عن حدها قوي الراجل بيبدأ يحس ان هو عايش في سجن، بيبدأ ان هو يبقى مخنوق او كده ما يبقاش حابب العيشة معاها، لان الغيرة الزيادة دي بتخنق، سواء حتى لو الراجل عملها مع الست او الست عملتها مع الراجل، ففي الحالتين هي بتبقى حاجة بتخنق، فممكن في الاخر خالص تأدي ان هما ينفصلوا عن بعض او كده. ايه تفتكر الحب الزيادة بيخلي الغيرة تبقى زيادة؟
هو ده اكيد ان الحب الزياده بيولد ان تكون في غيره زياده، وبالذات ان لما يكون الانسان بيحب بجد. طب الحب الزياده ده يولد شك؟ هو اكيد هيولد شك، بس لو هي مش واثقه في نفسها ولو هي مش واثقه فيه. ما هو لو هو خلاها ان هي واثقه فيه هو كشخصيا، يعني بيحكي لها على كل حاجه في حياته، مخليها هي الاساس في حياته، فمش هيكون في شك بالنسبه لها هي. انما لما تكون هي كل حاجه مش عارفاها عنه، وان هو عايش حياته مستقله بعيده عنها، هتبتدي ان هي تشك فيه ان هو في مشكله، في خلل هنا في الموضوع. يعني تنصحيه بايه الزوج؟ ان هو دايما يهتم بيها، وان هي تكون من اولوياته، لان هي المفروض زوجته، يعني صاحبته وحبيبته وكل حاجه. فان هو يخليها تصل لمرحله ان هي تكون واثقه فيه، هو كده بالنسبه له هيريح دماغه من الغيره وهيريح دماغه من الشك. تمام. ممكن هو لو في عنده خروجه ما بينه وما بين صحابه مثلا، لو اتصل بيها وقال لها ان هو انا خارج مع صحابي، ممكن تتضايق. انما لو قال لها انا خارج مع صحابي ممكن تيجي معايا، هي اصلا مش هتفكر ان هي تروح معاه. خلاص هو الموضوع بالنسبه لها خلاص ان هي كده واثقه فيه، ان هو مشاركها كل حاجه، فهيريح يعني دماغه فعلا. كل حاجه يتخطى حاجز الشك. طبعا طبعا. في كمان عامل مهم جدا برضو لازم نتكلم عنه ونذكره في الحلقه، موقع التواصل الاجتماعي. طبعا يعني من ضمن الاسباب اللي بتولد الشك، لان الزوج طبعا لو زوجته ضايقته، خنقته، اتخانقوا خناقه بسيطه مع بعض، اللي بيتجه لمواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، ممكن يخش على اي دردشه يتكلم فيها. يعني انا عندي يعني حد اعرفه كويس جدا، بنت، هي كانت بتثق في جوزها جدا، واللي هو يعني بتثق فيه ثقه عمياء يعني، بس اكتشفت في الاخر ان هو بيخونها على موقع التواصل الاجتماعي. يعني انا قصدي ان موقع التواصل الاجتماعي من ضمن العوامل اللي بتسبب الشك. تمام. طيب قولي لي، الغيره الزياده او الشك ممكن يوصل الطرفين للانفصال؟ والله لو الطرفين اتفاهموا وحاول الزوج يقنع زوجته ان هو مثلا بمخاطر الشك ده، وحاول يقنعها وان هي حاولت تخفف من الشك ده، اكيد لا مش هيوصل للانفصال. لكن اللي هو بيبقى خلاص اتخنق واتضايق من العلاقه، واللي هو خلاص بقت زوجته بالنسبه ليه حاجه يعني حاجه متعبه وخنيقه، فخلاص لا بيتنازل عن العلاقه يعني. تمام. يعني الشك ممكن يوصل للانفصال احيانا، احيانا مش دائماً. على طول مش دائما، لا. تمام. قولي لي هنا ازاي اعالج بقى الشك؟ يعني كأنت كبنت. طيب هنتكلم الاول عن البنت ازاي تعالج الشك عندها او من جواها. اول حاجه هي لازم تشتغل على نفسها، ان هي تزود ثقتها في نفسها. ما ينفعش ان فكره ان هي تبقى مهزوزه ثقتها في نفسها دي، لانها دي هتاثر على علاقته بيها وعلاقتهم ببعض. تاني حاجه لازم تتكلم معاه وتبدا تفهمه ان هي محتاجه ان هو يبقى معاها، يحتويها، يحسسها ان هو لسه بيحبها. اما بقى هو كمان ليه دور مهم جدا، ان هو يحتويها، يحسسها ان هي احلى واحده، حتى لو هي يعني مش كده، بس لازم ان هو يحسسها بده، يدعمها، يبقى دايما جنبها، يفضلها من وقته، ويبقى معاها اللي هو حتى لو 5 دقايق بس انا معاكي، انا مفضي وقتي ده عشانك. طيب مش ممكن تكون هي بتهمل في العلاقه فعشان كده هو مش مديها الاهتمام؟ ما هي ممكن ده يحصل، وارد جدا، بس هو لازم يفهمها ده، لازم يتناقشوا ويبقى في كلام مع بعض. لكن لو هو اتكلم كتير وما فيش فايده فيعني الغلط عليها. تمام. تنصحه بايه الراجل اللي مراته شكاكه مش غيوره؟ تمام. هو انا من رايي ان هو لازم الاول يبدا يحاول يتكلم معاها ويوصلوا الحل لعلاج الشك ده، لان لو الشك ده كمل معاهم في بقيه علاقتهم العلاقه هتنتهي، لان مفيش اي بني ادم يقدر ان هو يبقى عايش ومستحمل الشك والخنقه دي كلها. فلازم ان هم يعالجوا الموضوع. أيوة ده. ايوه مثلا انا مع هنا في الموضوع ده، ان هو لازم يخضع لوسيله الاقناع. يعني هو مثلا يقعد يقنعها بانه مثلا انت لو فضلت في كده احنا ممكن ننفصل، احنا ممكن، هو مش بيهددها بس هو بيوريها اللي هيحصل بعد كده، عواقب الموضوع. عواقب الموضوع يعني هو هيوريها اللي هيحصل بعد كده. يعني انت بتشكي بتضحي بيا، طب انت هتفضلي في الشك ده ولا تضحي بيا؟ يعني خيارها ما بينها وما بين الشك، برضه بالراحه
يعني وممكن كويس. يحتويها برضو يعني انا ماليش غيرك، انا بعمل كده عشانك، انا مشغول عشانك، اكيد طبعا عشان مستقبلي انا وانتي. انا عايزه اقول لكم حاجه، احيانا الزوجه نفسها هي اللي بتوصل الزوج ان يوصلها لمرحله ان هي تشك فيه. احيانا ممكن تكون الزوجه مهمله فيه، او هي ممكن تكون مش مبينه له قد ايه بتغير عليه او ان هي بتحبه، فهو يشوف اكتر انسانه هي ممكن تكون بتتضايق منها، وهو عارف حاجه زي كده. قصدك ان هو بيبقى قاصد مثلا ان قاصد ان هو يطلع الغيره اللي جواها باي شكل، فيعمل كل الحاجه اللي هي مش عايزاها. بس ما اظنش ان في رجاله بتعمل ده، يعني لا لا لا، في كتير، في رجاله بتحب ان تبين قد ايه الشخص التاني متعلق بيهم. ايوه، وان هو يبين قد ايه. طيب اكيد مفيش حد. بس طبعا الغيره المرضيه دي محدش لا تطاق، يعني بتقلب بنتائج عكسيه او انها توصل لشك. لا اكيد اكيد. أيوة طبعا بالظبط. طب كان في مشكله في الفقره اللي قبلينا، يعني ناخد راي بعض فيها كده. تمام. بنت قالت انا مخطوبه لشخص بقالي سنه ونص، كنت بحبه جدا قبل الخطوبه، كنا مع بعض 5 سنين قبل الخطوبه، فضلت ارفض عرسان كتير قبله عشانه، فضلت عمري كله مستنياه، بيعشقني وبيموت فيا. بعد ما اتخطبنا تفكيري بدا يتغير ومشاعري كمان بدات تتغير، مشاعري تجاهه بقت بارده من بعد الخطوبه، المفروض انه جاهز وبيحبني جدا جدا، لكن انا باجل عشانه عشان مش عاوزه اتسرع واتجوز في نفس الوقت. صعبان عليا اسيبه لاني نقطه ضعفه، ما يقدرش يعيش من غيري، ومش عايزه اظلمه، وفي نفس الوقت مش عاوزه اظلم نفسي. تمام. وانا شايفه هنا ان هي لازم ان هي تسيبه. ليه؟ لان هي هنا ولا بتحبه ولا هي يعني هو بالنسبه لها هو هي نقطه ضعف، فهي ولا هتخليه ان هي تحسسه بحبه دوت ليها، ولا هي هتحبه. هي قالت 5 سنين بتحبه. ما هي 5 سنين هي معاه عشان صعبان عليه، يمكن من التجاهل. بالظبط، يمكن من تجاهله هو ليها او ايا كان ضيع حبه. هي قالت كمان هي مش عارفه خالص، الكلام متناقض. هي زي حبته وضحت بكذا حد ومش عارف ايه عشانه، وخمس سنين وفي ثانيه المشاعر اتغيرت. لا، هي المشاعر بتتغير. المفروض ان هو جاهز. لا لا، المشاعر المشاعر احيانا بتتغير، مفيش فيها مشكله عشان ما تظلمهوش. لا، هي كده الافضل ليها ان هي تسيبه، لان طبعاً هي كده يعني كده حياتهم مش هتبقى كويسه او سعيده. يعني بالظبط، هي دي هي هتبقى، هي لو هي رديته على حساب نفسها هي مش هتكون مبسوطه، هي هتظلم نفسها وهتظلمه فعلا. بالظبط، فهي هنا مشكله كبيره، هي لازم ان هي تنفصل عنه، هو هينسى، والمشاعر كده كده متقلبه وبتتغير باستمرار. من وجهه نظري هي ما حبتهوش. لا ده انا بقول كده، ممكن يكون كان اعجاب، ولكن كان اعجاب، ممكن يكون اعجاب بحاجه وراحت من عنده، اتشدت له لان هو ما كانش ممكن مشدود ليها. احيانا في شخصيات بتكون من 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 غرورها او من كبريائها، ازاي الشخص ده ما يعجبش بيا وما يحبنيش، تفضل متمسكه بيه لدرجه ان هي تفضل لحد لما تجيبه، اول ما يجي انا خلاص مش عايزاك، انا بالنسبه لي مش بحبك. حبه ليها يعني مجرد ان هو بيحبها وبيهتم بيها، فهي كانت حابه الاحساس ده. بالظبط، وبعد كده خلاص زهقت من الاحساس. ممكن كانت في فتره محتاجه حد الاهتمام بتاعه. على فكره دي المشكله اللي معظم البنات بتقع فيها، يعني ما بتبقاش لاقيه حد يحتويها او كده، فمجرد ان اي حد يجي بتتعلق بيه. ايوه بالظبط، 6 سنين فعلاً. ونص كده، يعني 5 سنين حب وسنه ونص خطوبه، الوقت ملوش علاقه. فعلا انا بالنسبه لي الوقت ملوش علاقه. بس هي فعلا هي ممكن شخص يشوف شخص من اول نظره يحبه ويعجب بيه. تمام. وممكن شخص يقعد معاه ممكن مده طويله جدا وما يجيش على باله، هو مش بالوقت، الحب مش بالوقت. يعني ننصحها ان هي تسيبه. بالظبط، ده هي لازم تسيبه، سيبيه عشانك وعشانه هو كمان، نفسه. صح كده؟ صح، بالظبط كده. كده حلقتنا خلصت النهارده، واستنونا الاسبوع الجاي، هتوحشونا.